صباح الخير جميعا. لقد خصصت لكم درسا في مادة الرياضيات حول المعادلات. لنبدأ تعلم الدرس على منصة ألف. أعزائي، أريدكم أن تنجزوا درس ألف خطوة بخطوة، ابتداء من محور الدرس وانتهاء بتأشيرة الخروج، بينما أتابع أداءكم من خلال لوحة البيانات الظاهرة لدي لتقديم الدعم المناسب عندما تحتاجون لذلك. عزيزي لا تستسلم، حاول مرة أخرى مع الإطلالة الثانية وسوف تحصل على مزيد من التوضيح. والآن يرجى الذهاب إلى الألعاب الصفرية. سيحصل الطلاب الفائزون في المسابقة على نجوم إضافية. لقد تأخرت عن الدرس، يجب أن أبدأ الدرس الآن حتى أستطيع اللحاق بزميلاتي. عمل رائع، أشكرك مريم على إنجاز الدرس بالرغم من عدم تمكنك من حضوره. شكرا لدعمك يا أستاذ. الحمد لله كملت بنتي دروسها. أنا سعيدة جدا بالتقدم الذي أحرزته جميع الصفوف، والآن لدي تقارير تفصيلية حول أداء كل صف وكل طالبة في مدرستي. يعد التعلم عن بعد عبر منصة ألف الأمثل على الإطلاق، حيث تحتوي على آلاف الدروس التعليمية والتفاعلية في مختلف المواد الدراسية، وتمكننا المنصة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من الحصول على كافة البيانات المرتبطة بأداء الطلبة في كافة مدارسنا بشكل فوري، ليتسنى لنا متابعة تعلم الطلبة واتخاذ القرارات المناسبة لبناء مستقبل مشرق.